مهنة تحبيل المنابر في تهامة من أقدم المهن التقليدية، حيث يتم قطع الأشجار لصنع قواعد السرير أو المنبر، ومن ثم عمل حبال التربيط واستخدامها كأسرة للنوم أو المقيل. نتابع. تختلف تهامة اليمن عن غيرها من المحافظات، ولعل ذلك يعود إلى طبيعة جوها الحار صيفا والمعتدل شتاء، ما جعل بيوت الناس هنا تختلف بطبيعتها لتتناسب مع البيئة والمناخ، وهو حال أسرتها المصنوعة من الأخشاب والحبال والمعروفة لديهم بالمنابر. المنابر هذه موروث شعبي من قديم الزمن، وأيضا هي لتكلفتها هي الآن الأرخص الموجودة في السوق، وهي الأكثر انتشارا أيضا في مناطق تهامة بالأخص، وهي حرفة يدوية أيضا يقتات منها الكثير من الأسر. تتعدد أنواع المنابر التهامية، فمنها الصغير والمتوسط والكبير، منها المخصص للنوم كذلك للجلوس أو الراحة والمقيل، ولا يكاد منزل في ريف تهامة أو حضرها يخلو منها، ويعود ذلك لأسباب عديدة. المنبر أو هذه السرير الصغير يتبعه شيء يسمى حبال، هذا اللي هو متواجد هنا، وهو أيضا حرفة يدوية من زمان يقتات منه كثيرا من الناس، ويقوم بصنعه وفتله واستخراجه من شجر تسمى شجر الدوم، شبيهة بشجر النخل وأغصان النخل ووسيف النخل. يقومون بفتلها ولفها أيام طويلة إلى أن يصلوا إلى أن يصنعوا حزمة، ويقوموا بتسويقها في الأسواق الشعبية أيضا في التهامة في يوم الوعد. وهذه الفكرة معروفة عندنا منذ القدم، وهي تكاد لأنها تكون يعني موروث شعبي لا يمكن الاستغناء عنه أبدا. لهذه المنابر طرق تقليدية في صنعها وأسواق خاصة لبيعها وبيع حبالها المصنوعة من سعف الدوم الشبيه بسعف النخيل، وهي مصدر دخل لكثير من الأيادي العاملة وتعيل أسرا كبيرة، إضافة لكونها الحرفة اليدوية ذات الطابع الشعبي الذي يكتنزه التراث التهامي والحضارة اليمنية بشكل عام منذ القدم، ولا زالت تحتفظ به إلى يومنا هذا.